السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم، وهذه حلقه جديده من برنامج بخدمتكم. مشاهدينا الكرام، قبل ان نبدا حلقتنا لهذا اليوم، اود ان اقدم واقبل كل الايادي الشريفه في المقاومه الفلسطينيه للعمل البطولي هذا اليوم. صباح اليوم كان مشرقا حقيقيا لكل أبناء الوطن العربي، الشرفاء، الشعب العربي، وليس المتخاذلين من بعض قادة العرب. اليوم الشعب الفلسطيني المقاومين رفعوا رؤوس أبناء الشعب العربي. هذه الحركة البطولية، هذه المعركة، هذا الطوفان الكبير، هذه الملحمة اليوم جنت ثمارها. اليوم تشوف الفرحة كبيرة في العراق وفي بيروت وفي لبنان وفي إيران، وكل الشعوب المسلمة الحية الحقيقية اليوم فرحت وابتهجت وهلهلت لهذا الانتصار الكبير. اليوم إسرائيل أعلنت استسلامها الحقيقي أمام هذه البطولة الحقيقية. دخلوا في عمق إسرائيل واستخرجوا منها شراذم القوم وجعلوا منهم أسرى ذليلين. هنيئا للشعب العربي، هنيئا للفلسطينيين، هنيئا للشعب العراقي ولكل شعوب الإسلامية هذا الانتصار. وتأسن 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 لكل المتخاذلين من حكام الأعراب الذين لم ينددوا بالأعمال الشيطانية الإسرائيلية الكيان الإسرائيلي، ولم يقدموا التهاني إلى الشعب الفلسطيني المقاوم. نعود إلى نقطة مهمة، هي أن هذا الانتصار هو بوابة لزوال إسرائيل إن شاء الله. تحية إكبار وإجلال من الشعب العراقي إلى الشعب الفلسطيني المقاوم. السلام عليكم مشاهدينا، مشاهدي حلقة برنامج بخدمتكم. اليوم حلقة خاصة، راح تكون حلقة بمؤسسة السجناء السياسيين. هذه الشريحة اللي عانت ما عانت في زمن النظام البائد من ويلات ومن سجون، وصل بها إلى نقرة السلمان، إلى رقم واحد، ولا كثير من السجون اللي كانت مغيبة تماما عن الشعب العراقي. والبعض يقول بأنه إذا دخلت السجن بعد ما تشوف الشمس، وهذا الحوار كان جدا متداول في نظام الباد. والاتهامات هي جاهزة، حزب الدعوة. المهم المشكلة اتهامك أنت إسلامي، فهذا الاتهام وحده كفيل بأن يحولك إلى سجين سياسي، ونفس هذا الاتهام كونك إسلامي كفيل أن يحولك إلى المشنقة ويتم إعدامك. والمشكلة الأكبر بأنه الجثة مالتك ما توصل لأهلك ولا تسوي بنجس عزاء كونك إسلامي. هذه الاتهامات الجاهزة كانت هي السمة البارزة في ذاك النظام البائد. اليوم راح نسلط الضوء على هذا المفصل المهم في دوائر الدولة. الإخوان المشاهدين سجناء السياسيين عندهم مشكلة بالمؤسسة، معاملته متوقفة، أو ما مستلم مستحقاته، ممكن يتصل بينا، لكن نحدد الاتصال ان شاء الله بعد اول سؤال نساله للضيف، ضيف حلقتنا لهذا اليوم. فهيئوا نفسكم، اللي عنده اشكاليه، عنده استفسار في حلقتنا لهذا اليوم ممكن يتصل بينا بعد اعلان ارقام الهواتف. ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور حسين السلطاني،
رئيس مؤسسة السجناء السياسيين العراقيين. نرحب بك أجمل ترحيب دكتور حسين. حياكم الله دكتور حازم. الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا لتعاونك الكبير بصراحة معنا. حياكم الله عزيزي. وأتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. الله يسلمك. الله يحفظكم دكتور حازم. دكتور حسين، يعني البعض يجهل يعني عمل مؤسسة السجناء السياسيين، إن كان من المستفيدين من المؤسسة أو خارج المؤسسة يريد يعرف شنو عمل مؤسسة السجناء. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم دكتور. الله يحفظك. وتحية لأعزائي كادر القناة وإلى جميع المشاهدين. واسمح لي أن أبارك للشعب الفلسطيني وإلى المقاومة بشكل عام في فلسطين وخارج فلسطين على هذا الحدث الكبير اللي هذا اليوم اللي أدخل السرور وأثلج قلوب كل حر في هذه في العالم بشكل عام. الحقيقة ما لجأت يعني المقاومة إلا للاضطرار، يعني حينما وجدت كل الخيارات غير متاحة إلها للدفاع عن حقوقها لجأت هذا الخيار. وهذه القوى المتعسفة على رأسها إسرائيل وأمريكا وكثير من هذه الدول المتغطرسة في الحقيقة لا تفهم إلا هذا المنطق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذه المقاومة ويوصلها إلى أهدافها ويحرر الشعب الفلسطيني اللي عانى ويعني واجه تعسف كبير. صحيح راح يقدمون تضحيات، لكن تضحيات يعني كرامة الشعب العراقي، الشعب الفلسطيني وقيمه وتاريخه يستحق. والتضحيات مهما كانت كبيرة وعزيزة لكنها أقل من ضريبة الاستسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع. فيما تفضلتم به، بعد كل يعني تغيير سياسي القوى السياسية يعني اللي تعقب النظام السابق في أي دولة وفي أي نظام في الحقيقة لابد أن ترعى ضحايا النظام السابق، وهذا جزء من الحقوق اللي يفترض. هكذا النظام السياسي الجديد في العراق، يعني شرع قوانين خاصة بعوائل الشهداء وعوائل السجناء، وأسس مؤسستين، الشهداء ترعاها مؤسسة الشهداء، والسجناء والمعتقلين والمحتجزين ترعاهم مؤسسة السجناء تحت مظلة رئاسة الوزراء، وكل المؤسستين تحت مظلة رئاسة الوزراء. هؤلاء الأخوة واجهوا كما تفضلت مظلومية كبيرة و معاناة غير قليلة هم وعوائلهم على مدى سنوات يعني مديدة في الحقيقة. معظم هؤلاء الأخوة معظم شبابهم يعني سني أعمارهم هي كانوا في السجون، ولذلك صدر هذا التشريع اللي هو قانون رقم 4 لعام 2006. هذا في الحقيقة يعني مختص بالسجناء والمعتقلين والمحتجزين اللي في زمن السياسيين وليس غير السياسيين. في وكل هذه يعني السجن والاعتقال والاحتجاز تم في ظل تلك الحقبة في زمن صدام، وأعطاهم حقوق متعددة يعني على مستوى الراتب التقاعدي وعلى مستوى السكن وعلى مستوى الرعاية العلاجية يعني وعلى مستوى التعليم. لكن مع كل تقديرنا لكل الجهود المخلصة في هذا المجال لا يزال هذا الملف فيه كثير من العقبات. أحسنت. مثل ما تفضلت جناب الدكتور، يعني أنت قلت فقط السياسيين وأشرت على هذه الفئة بالذات، يعني أنا شلون أعرف؟ وصارت أكو إشكالات بين البعض السجناء اللي هم ما لهم علاقة بالسياسيين صاروا بدوا يأخذون، وهذا متداول بين الناس، وبدوا يأخذون
رواتب السجناء السياسيين. أنا شلون أعرف هذا السجين سياسي لو مو سجين؟ الحقيقة المصدر اللي وضحها هو القانون. وكما تعلمون القانون إلى منفذين، ممكن بعض الأحيان لا ينفذ بالشكل الصحيح وبعض الأحيان لا إذا صار بيد أمين. في الحقيقة نحن المشرع اتساهل في أدلة الإثبات، اتساهل ليس اعتباطا في الحقيقة، باعتبار هو كان يعرف مسبقا أن ليس كل الضحايا في النظام السابق يمتلكون أدلة تحريرية يعني رسمية، ولذلك وضع بدائل. إذا ما كان الشخص عنده دليل تحريري قطعي فيروحون للبينة، لكن أيضا لما عرف البينة يعني ممكن أن تستغل وضع إلها إلى جانبها عدة أمور من ضمنها شهود. البينة هو المقصود الشهود. مقصود الشهود البينة. البينة هي الشهود. لكن وضع القرائن ووضع إلى جانبها اليمين المتمم، فثلاث أشياء. وبالتالي أعطى الصلاحية للجنة حينما تتوفر عندها القناعة بناء على كل هذا تصدر القرار. اللجنة يرأسها قاضي. سابقا بداية الأمر كان قاضي، كل اللجان كان يرأسها قاضي. بعد التعديل في 2013 صار يرأسها قانوني من المشمولين بقانون المؤسسة زائد 4 لجنة، 2 من السجناء، أعضاء من السجناء حصرا، وممثل للداخلية وممثل للمالية. فهؤلاء في الحقيقة، لكن أيضا خلى هيئة أخرى سماها هيئة الطعن. هيئة الطعن في داخل المؤسسة يرأسها قاضي يعني من الدرجة الأولى ومعين من قبل القضاء، ومع يعني ترافق أيضا أو تساعد في الحقيقة لجنة أيضا مكونة من 4 أشخاص، ولكن هذا القاضي مستقل تماما، كما اللجان هم أيضا مستقلة. سأتحدث إذا صار مجال مفصل في هذا المجال، المستقلة تماما في القرار ولا يؤثر عليها أي شخص حتى رئيس المؤسسة. القرار اللجان تماما. نعم رئيس المؤسسة وظيفته هو وكادره الإداري أن يهيئ الجانب الإداري للجان ويستكمل الجانب الإداري، والجانب الفني بمعنى الشمول وعدم الشمول اللجان مستقلة استقلال تام ولا يتدخل في شؤونها تماما. ولذلك نتيجة الظروف اللي مر بها العراق عموما والمؤسسة في بداية الأمر، ممكن لا أريد أقول ممكن، بالتأكيد صار خرق. صار خرق. هسه يمكن أن نختلف في سعته أو فرشه أو نسبة، لكن بعد التعديل يعني بعد 2013، وأتحدث بكل مسؤولية وبكل يعني صدق أنه المؤسسة اتخذت إجراءات يعني متعددة، حدت بدرجة غير قليلة من الخروج، ثم أيضا بمساعدة مجلس النواب والقضاء أعطوا صلاحية للمؤسسة أن تعيد النظر في كل القرارات السابقة اللي شابها خلل وتطعن بها، وحينما تطعن بها تبطل القرار وتعيد كل الأموال اللي أخذت بغير وجه حق. صارت عندكم حالات دكتور؟ كثير يعني ليس مثلا بالأعداد يعني بالمئات. والله صار،
وعليه أنا أدعي أن نسبة الخطأ والخروقات انحدت بدرجة غير قليلة في مؤسسة السجناء، وأدعي بمسؤولية عالية أن العمل في مؤسسة السجناء يتسم بالشفافية والمهنية والنزاهة بدرجة غير قليلة، وأنا بهذه المسؤولية أتحمل كامل المسؤولية عن هذا الكلام. أحسنت. وكل من له مؤشر بأي درجة من المؤشرات، المؤسسة حاضرة أن تعالج أي خلل موجود. جزاكم الله خير، هذا شكرا على هذه الروح، يعني التعاون والثقة العالية بمؤسستكم، هذا شيء يحسب لكم دكتور حسين. ايش قد عدد تقريبا المشمولين يعني الان؟ لحد الان فعلا 116,000. تدري هذا الزياده بتزود باعتبار انه الشمول مفتوح بدرجه معينه، صحيح الان اكو تقيدات بس هو مفتوح لمن يمتلك الدليل، فبالتالي يزداد يوميا ربما العدد، لكن بحدود الان 116,000. رقم كبير يعني رقم الصراحه. آلية الترويج هسه، أنا مثلا سجين سياسي لكن ما عندي مقتبس حكوم، لأن تعرف في زمن نظام ما يعطيك تعال أنت أنا راح أسجنك وهاي الأسباب الموجبة، ممكن ما عندي أي يعني ورقة تثبت. هو كما تعلمون دكتور حازم ماكو حق يعطى بدون دليل. صح. ها؟ فمن يعني يعجز عن تقديم الدليل المؤسسة غير مسؤولة. ها؟ إذا هو عجز عن تقديم الدليل، لأنه في الحقيقة نحن لا معيارنا في الشمول ليس الواقع. طبعا. يعني ممكن الآن دكتور حازم واقع متضرر أكثر من عندي اللي أنا عندي مقتبس حكم، لكن أنا بسهولة مثلا قدمت المقتبس الحكم وحصلت على حقوقي، ودكتور حازم لا ما تمكن. طبعا. فإذا المعيار هو ليس الواقع، هو المعيار الأدلة اللي يقدمها. الأدلة اللي يقدمها مرة كما قلت مقتبس حكم أو دليل تحريري، يعني شنو مثلا أنا رحت صعدت محكمة وبعد ما صعدت محكمة عادة كل مقتبسات الحكم مالتنا إحنا وجدناها في دوائر الأمن وفي المحكمة نفسها وفي وزارة المالية دائرة عقارات الدولة، لأنه كل السجناء السياسيين والمحكومين بمواد سياسية تصادر أموالهم المنقولة وغير المنقولة، فعادة الأحكام تذهب إلى دائرة عقارات الدولة، ولذلك لحد الآن بالمناسبة المؤسسة لا تذهب في شمول شخص حتى لو من الأول قللها أنه أنا ما عندي مقتبس حكم ولا عندي دليل تحريري، أنا عندي بينة فقط، لكن هي قانونا لا يحق لها أن تذهب إلى البينة واعتماد البينة ما لم تيأس من وجود الدليل التحريري. كيف تيأس؟ ليس بالمدعى، لا، لازم تخاطب بشكل رسمي، تخاطب المالية وتخاطب الأدلة الجنائية ودائرة التسجيل الجنائي، وتخاطب مثلا شخص قال أنا في زمن الاعتقال كنت طالب جامعي، فتروح تخاطب الجامعة. إذا وجد مثلا قال ما عندي مقتبس حكم بس وجدت دائرة الأمن مخاطبة الجامعة ومرقنا قيدة فيها، عادة هكذا يعني مسؤولية المؤسسة، هذا كله مسؤولية المؤسسة. أي يعني المؤسسة عادة حينما يقدم إلى شخص عندها استمارة تستوعب كل ما يرتبط بوضعها وما قبل اعتقاله، وبناء على ذلك وأكثر من ذلك نحن نستعين أيضا و بدوائر الأمن الوطني، وتحياتنا الكبيرة إلى هذا الجهاز
ليستحق كل تقدير. فأيضا نستعين يعني بمعلوماته وبوجوده بالمناطق. ولذلك في الحقيقة احنا كمؤسسة حتى بعض الأحيان نتأخر في إجراء الشمول من أجل أن يعني نستوعب كل هذه القضية. مضافا إلى ذلك لابد أن نخاطب المساءلة والعدالة، يعني لا نشمل فرد واحد وهو مشؤول بالمساءلة والعدالة. طبعا حتى يصير واضح للرأي العام، المقصود بالمساءلة والعدالة إما داخل السجن أو بعد السجن. وإلا إذا فرضا شخص كان يعني منتمي إلى حزب البعث قبله، نحن نعتبر كما الإسلام يجب ما قبله السجن أم يجب ما قبله. مثال واقعي. حياكم الله دكتور. فقط أنه أحمد نزلنا أرقام الهواتف إذا أحبون بعض الناس يتصلون، نحن ننحم وقت مع العلم ما يعني الوقت بدأ ينفذ بصراحة، لكن هي دعوة الأخوان اللي عنده استفسار ناخذ فد اتصالين ثلاثة ممكن، لأن عندنا بعد كثير من الأسئلة هي مهمة للعامة الناس أنت لازم تعرفها. يعني سؤال جناب الدكتور، سجناء 63 بلي شنو موقف 63؟ شأنهم شأن كل يعني دون بالتعديل شملوا ال 63 يعني بتعديل القانون اللي هو رقم 35 لعام 2013 شمل. أولا الآن هؤلاء الأخوة يعني أتوقع لم يبقى أحد توفوا صح؟ لا لا صح أغلبهم، والباقين هم أيضا كبار، وأنا أقدم كل تقديري واحترامي إلى هذه لأنهم مؤدبين كثير ويعني نعتز أيضا في تاريخهم ونضالهم. هؤلاء الأخوة قدموا شرطة، اشترط شروط، لابد أن يكون الاعتقال من شباط 63 إلى 11 يعني شهر 11 بال 63 باعتبار صار التغيير بشهر 11 بال 63. فكون يكون الاعتقال، الحكم ماكو مشكلة يعني يكون مثلا محكوم بعد هاي الفترة ما بيه مشكلة، أما قبل هذا الوقت لا ما يصير، يعني قبل شباط من هذا من 63 ما يصير. صح. بعده اعتقال ما يصير، لا إذا كان حكم يعني باقي مستمر وانحكم ماكو مشكلة. ولذلك الحمد لله الآن أغلبية الأخوة مشمولين، ربما بعض القليل كما هي شأن الجميع، يعني مثلا عجز عن تقديم الدليل، ممكن أنه بعض اللجان أخطأت في تقييم وضعه، لكن هذا نادر ونادر جدا. الآن أغلبية الأخوة يعني شأنهم شأن السجناء الآخرين في شمولهم وفي حقوقهم. طبعا أنا سألت هذا السؤال لأن والدي 63 وتوفى إلى رحمة الله رحمة الله. فيعني بالعائلة بالبيت يقولون هو بعد هذا كان مبدأه ما مشي، لأن ماكو أدلة كانت تثبت، فقلت ما خذونا بوقت المكتبة الوطنية كانت عند السجلات دار وشفت آلاف من السجلات من أسماء. فقالت ليش تعبروك؟ ما دام هو عنده مبدأ خلاص انتهى الموضوع. فراح يعني أنا أقول بأنه هل شملوا كلهم؟ يعني اللي ما عنده دليل لو نرجع نفس القانون لابد أن يكون هناك دليل وقرين. لا حتى المعيار ما أن القانون لا يمكن من لأنه لا يمكن أعطاء حق من دون دليل. أقول الدليل بالنسبة للأخوة 63 أدلتهم يعني متوفرة أكثر من غيرهم إلا ما ندر. أدلتهم ما هي؟ أدلتهم أغلبيتها موجودة في دار الوثائق، وتحية للأخوة الأعزاء في دار الوثائق لتعاونهم ولمهنيتهم في العمل ومتعاونين مع المؤسسة بدرجة غير قليل. فعادة ندز ولم يؤشر على عملهم بأمانة أبدا. أرشف إلكترونيا؟
مع الأسف لا لا هذه المعضلة. على أقل تقدير لحد فترة قليلة أنا أعرف لم ربما مثل بالآونة الأخيرة صارت أرشفة إلكترونية ممكن، بس حتى من كان على الشيء الورقي يبدو أنه عملهم منظم ومرتب فما كان يتأخر أصلا. اثنين ذول الأخوة حتى لو ما كان عنده البينة باعتبار أنهم بقوا فترة غير قليلة ولذلك يجيبون يعني عادة إلا القليل من عندهم ما تمكنوا. أحسنتم جزاكم الله خير. مهيمن من واسط الدكتور حسين، تفضل مهيمن. ألو ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. اي تفضل وياك دكتور حسين. مهيمن تفضل. انا والدتي سجينه سياسيه من محافظه واسط. نعم. على مال الفروقات قالوا لنا على هاي مال الفروقات تسوون هويه مال الفروقات. هي مستلمه قبل لو ما مستلمه يعني قاعد تستلم راتب؟ هم قالوا هويه ثانيه للمال الرافدين، قالوا هويه تطلعون ثانيه مال الفروقات. مهيمن وياك دكتور حسين تحدث في راتب مباشر. حبيبي استاذ مهيمن تحيه لك وسلامي لوالدتك. ف بالنسبه لوالدتك الفروقات نوعين، مره فروقات تعطيها هيئه التقاعد وهذه الفروقات في الحقيقه احنا غير مسؤولين عنها، هيئه التقاعد هي المسؤوله عنها. لا مو على موت هاي هسه الهويه. حبيبي صار استاذ مهيمن الان واصل، والان هم تحيه كبيره الى استاذ ماهر مدير التقاعد العام. الان في الحقيقه متخذ اليه رائعه في يعطي 20% وبشكل منظم ومرتب. اما الفروقات اللي تحدث فيها المنحه التعويضيه، المنحه التعويضيه نعم المنحه التعويضيه، المنحه التعويضيه في الحقيقه احنا نعطيها الان جزء من تسهيل الاجراءات، تبسيط الاجراءات. اتخذت المؤسسة خطوات متعددة منها أنه تحول كل مستحقات الأخوة إلكترونيا على الماستر كارد مالتهم. احنا في بداية الأمر كنا نريد نحولها على نفس ماستر كارد مال المؤسسة مال التقاعد مال هيئة التقاعد، ونستقنا ويا هيئة التقاعد. بعدين المصرف قال هاي القضية ربما يشوبها بعض الإشكالات وفرشة، أفضل شيء تصدرون ماستر كارد خاص بحقوق السجناء يعني اللي تعطيها المؤسسة. ف وما تكلف يعني 10,000 فقط للشخص. فهذا مصرف الرافدين. الآن الحمد لله تم العقد معهم وتقريبا الآن وصلنا إلى جزء بحدود 15,000 صدروا بطاقات. الآن أيضا عندنا جهد باتجاه مصرف لأنه كل المستحقين أو كل المشمولين في قانون المؤسسة هم منقسمين بين مصرف الرشيد وبين مصرف الرافدين. الآن مصرف الرشيد أملي بالله، ومن هنا التحية لعزيزنا مدير المصرف، هو أوعدني إن شاء الله يحل القضية بأقرب وقت. أنا أتأمل أنه مثلا خلال هذا الأسبوع ينحل موضوع مصرف الرشيد، وبالتالي راح كل واحد يطلع. طبعا مصرف الرشيد المعلومات الأولية اللي منطينا إياها أنه راح يسوون آيبان اثنين يعني رقم حساب اثنين، ذاك نفس البطاقة راح تبقى رقم الحساب خاص مال التقاعد ورقم حساب خاص بينا، وهي خطوة تحسب إلى مصرف الرشيد، واحترامي وتقديري إلى هذا الإجراء. هذا راح يخفف من عندنا، أولا ما راح ناخذ مبالغ من الأخوة، اثنين ما راح يحتاج لها إجراءات. وعليه من الآن يعني قصدي من الآن بعد إتمام هذه القضية ربما مثلا إذا تم الرشيد
ربما اقصى شيء اسبوعين. الاموال المرصوده واحنا دا نمشي، لان احنا ماشيين على اليتنا السابقه وهي من خلال المديريات، الحقوق نحولها من خلال. بعد اسبوعين اعد كل الحقوق راح تروح باتجاه المصرف. جيد، يعني 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 الاخوان اللي ده يطلب مثلا فد 10 15 مليون مثلا متراكم، كل يعني اموالها موجوده مرصوده؟ مو كل، يعني احنا ننطي حسب الميزانيه العدل. احسنتم. يعني مثلا افرض احنا هاي السنه ميزانيتنا 159 مليار تقريبا 30 مليار بين رواتب وبين مصارف المؤسسه. صح. يبقى عندنا 130 مليار راح ناخذها شهريا تقريبا شهريا بين 20 الى 30 مليار تحولنا وزارة المالية. احنا ايضا هذه كل هذا المبلغ خلال شهر نوزعه على مستحقين بالتساوي لا والله بالعدالة وليس بالتساوي، لانه احنا المعيار الاساسي لكل بناء قانون المؤسسة على نسبة الضرر. يعني كل ما تكون نسبة الضرر أكثر كل ما يحصل. طبعا من أرد أقول إحنا ننطي للجميع لكن حسب نسبة الضرر. بمعنى مثلا افرض فرد واحد عنده 20 سنة يأخذ 20 مليون، ها اللي عنده سنة يأخذ 1 مليون. واضح. ها فزين، إذا قصر المبلغ نسبة الضرر هم ياخذ اكثر وهم ياخذ قبل. معادلة طبعا، معادلة بأمانة بمنتهى الدقة. يعني الآن ماكو مجال اشرحها، لكن ادعي بين ما بين الله انها تراعي. طبعا اكو هناك صلاحيات لرئيس المؤسسة في المواضع الاستثنائية مثل الحالات المرضية. وأيضا تفاوت في نسبة الحالات المرضية. الحالات الاستثنائية لا سامح الله، حرق البيت، تعرض فرد واحد إلى حادث استثنائي، ومن هذه المصلحية أمراض سرطانية وكذا. الأمراض السرطانية احنا عادة وعافاكم الله نعطيها 50% من حقوقها. أحسنت. جزاكم الله. إن شاء الله الأخ مهم يعني سمع الإجابة بشكل وافي، وكون هو قطع الاتصال وياه، وان شاء الله اتمنى يكون يعني الموضوع كان واضح له وعن قريب مثل ما تفضل الدكتور حسين رشيد جزاهم الله خير ان يفعل حسابين في كارت واحد. هذا شيء مهم، افضل ما اطلب كارت اخر واخذ اثقل على كاهل السجين السياسي بشراء كارت اخر. السجين السياسي يريد يقول لك انا داخل مقعد. شكرا لكم استاذ حازم، هاي غصه كبيره بامانه، غصه كبيره انا اعيشها. وايد استفسارات عليها. اي اعيشها ويعيشونها اغلبيه السجناء. انا من هنا اخاطب عزيزنا واللي نعتز به بمنتهى الاعتزاز دكتور نعيم، واخاطب اعزائنا في كل وزاره التعليم العالي أن يقفوا مع المؤسسة لحل هذه الإشكالية. وأنا أدعي يعني بكل مهنية أن إجراء وزارة التعليم العالي يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه إجراء قاسي تماما. ربما من حقي أقول أكثر من هذا، من حقي أقول أكثر من هذا، لكن أقل ما يمكن أن أعبر عنه إجراء قاسي. لماذا؟ لماذا؟ أعزائي وزارة التعليم العالي، الدائرة القانونية، بكل أمانة القانون مطلق وليس فيه تقييد. قانون مؤسسة ونحن مؤسسة السجناء قال من حق، وأنا أدعي طبعا من حقكم تقولون وإحنا راح نذهب، لكن بعد ما تخسروننا هاي السنة. أنا أعرف احنا راح نذهب الى مجلس الدولة، وعندي يعني امل بدرجة غير قليلة بان نحصل الى صالحنا، بس لماذا تضيعون علينا هاي السنة؟ انا اريد اقول مشونا هاي السنة ثم نذهب
إما إلى تعديل القانون باعتبار إحنا رايحين إذا كان بي وإن كنت أدعي أنه وأنا من حقي باعتبار أنا يعني دكتوراه في الشريعة ودارس القانون مو يعني هيك جزاف أنا أتكلم. فالنص مطلق وإحنا أنتم شو تقولون الآن وزارة التعليم ماذا تقول؟ تقول أنه إحنا إن حق أن نضع امتحان التنافس. أنا أقولكم تماما، لكن ما هي فلسفة الامتحان التنافسي؟ فلسفة الامتحان التنافسي حينما كان هناك عدد وأنتم لا تتمكنون من استيعاب هذا، ما إلها غير يعني أي مبرر آخر ما إله. والدليل على ذلك لو كان الآن وزارة التعليم العالي المتقدمين إلها 1000 واحد وهي تقدر تستوعب 2000 واحد، هل يمكن أن تضع شرط التنافسي؟ أبدا، يشغلون الألف بدون بشأن أبدا. إذا كان 2000 زين، إحنا مؤسسة السجناء القانون قال في كل تخصص إلى حق أن ترشح واحد، نحن كمؤسسة لم نرشح إلا واحد حفاظا على أن كل مقاعدنا. فإذا ما إلها معنى أن لماذا تضع تأخذون حصتنا؟ يعني شرط النجاح قصدك. النجاح شنو النجاح؟ هو ناجح في الإعدادية ومؤهل في كل المجالات. الشرط التنافسي أعزائي، أنا أستاذ جامعي وأعرف يعني التنافسي فلسفته ليس إلها غير العدد الكبير أو لا يمكن أن تقول أنه آني الوزارة تقول أنا ما أروح أقبل 1000 دكتوراه أو أقبل 5000 ماجستير، لأنه في الحقيقة أكون أنا أقدر بين وجود المتخصصين اللي يقدرون يدرسون والطاقة الاستيعابية وحاجة البلد صح؟ هذا أنا أقبله كله. بس أنا بدي أقول هذا قانوننا هو أعطى واحد وأنا كمؤسسة رشحت واحد. لماذا أعزائي؟ أنا أدعو بكل محبة إلى دكتور نعيم، إلى الهيئة العلمية، إلى الدائرة القانونية، ها خلنا نروح نحتكم إلى أي جهة متخصصة في هذا المجال. أما أن تضرون شريحة ثم أعزائي ودي واسمح لي دكتور حازم فضل. القضية في غاية الأهمية فضل. أعزائي نحن ظلمنا كثير في زمن نظام البعد، واحد من المظلومية الكبيرة حرم الكثير من أخوتنا من التعليم. الآن يريد يشوف هذا الطموح اللي عاش كل عمره في ابنه، ها أو على الأقل تقدير في شخصه الآن. وإحنا اللي الآن يقدمون على الدراسات العليا محدودين أقل طبعا بالمناسبة من تخصصاتنا. زين، اثنين أي نظام سياسي يحرص أن يعني يأهل الطاقات اللي حريصة على الحفاظ على هذا النظام السياسي، هناك مصلحة أن يؤهل هؤلاء الأخوة. لماذا تتقفون؟ ولذلك بكل أمانة ويعلم الله على ذلك أنا أعيش مرارة كبيرة في هذا المجال، أخوتكم هؤلاء يعيشون مرارة كبيرة في هذا المجال، السجناء أغلبيتهم أيضا يعيشون. لماذا تقفون هذا الموقف؟ أبدا دكتور نعيم بكل محبة وبكل أخوة وبكل صدق لا نقبل من هذا الموقف. هذا الموقف فيه غبن، ما أريد أتلفظ كلمات لا أحب أن تسمعها، أنت تعرف محبتي وتعرف مكانتك في قلبي، لكن هذا الموقف يحتاج إلى إعادة نظر، وأنا أتمنى أن تعيدون النظر وهناك فرصة في هذا المجال. أحسنتم دكتور، إن شاء الله دكتور نعيم دا يسمع الرسالة ونتخذ إجراء مستعجل بهذا الموضوع كوننا في بداية السنة، وممكن أن نتلافى قضية هذا الإشكال واللي فعلا
ممكن يتحقق نرجع لأصل القانون راح يكون بجانبكم. عندنا حسين نوري قبل لين تأخر جدا. حسين نوري تفضل عزيزي من بغداد، لأن بدأ الوقت ينفذ بصراحة، ما بقى عندنا كلش قليل. تفضل حسين. السلام عليكم. نعتذر يا حبيبي. وعليكم السلام. نعتذر. عمري كل الهل. حياكم الله حبيبي أستاذ نوري. حبيبي دكتور حسين يرحم أبيك، أنا وكيل أخويا. إيه. وأخويا أنا سويت الماستر كارت مال الراتب باسمي، يعني أنا الوكيل مالته. إيه. هسه رحت أسوي ماستر كارت مال تعويضات. قالوا لي تعليمات المؤسسة إلا الأصي يجي. بلا زحمه، تعال باكر يوم الاثنين. يوم الاثنين تعال المؤسسه الساعه بالعشرة الصبح وخلنا نشوف الموضوع. حسين نوري يوم الاثنين ان شاء الله بالمقر المؤسسه، مكتب رئيس المؤسسه. ماشي، رحم الله والديك. حبيبي خدمتك حبيب قلب، الله يحفظك. شكرا جزيلا. بدقيقه واحده يعني، والله وايد يسهل على العموم لين ملتزمين ببرنامج اخر يعني. ما اعرف واي والله اسئله. سكن السجناء يعني واحده من العديد. سكن السجناء كما تعلمون هو من اهم الحقوق، يعني انا مرات اقول اذا مو اهم من الراتب التقاعدي ليس اقل. وفي الحقيقه اصلا المشكله الاساسيه في اللي يعانون من عندها المشمولين بقانا هو هذا الموضوع. يعني ربما لهم حقوق أخرى فيها بعض الأثرات، فيها بعض العقبات والواجبات، لكن ليس كما هي في هذا المجال. هذا المجال ضروري من جهة، لأنه كما تعلمون دكتور حازم إحنا أغلبيتنا الآن صار معدل أعمارنا 60 إلى 65، فالشخص في هذا على أقل تقدير وده أنه أولاده عائلته يستقرون ما بعده، أو على الأقل تقدير في آخر عمره هم هو يستقر. فلذلك أنا أعتقد لو تعاوننا جميعا الإمكانية حل هذا الموضوع ما أريد أقول سهلة لكن ممكنة وبوقت زمني محدد. وأنا وضعت يعني أمام رئاسة الوزراء وأمام لجنة الآن مشكلة في هذا المجال في مكتب رئيس الوزراء آليات عملية غير قليلة، وهي أولاً إحنا عندنا الآن مشروع بسماية. مشروع بسماية مشروع بالإمكان الحل نسبة غير قليلة. ليش دكتور حازم؟ الآن ووجه يعني شكري وتقديري لدكتور حيدر الآن متعاون ويانا، اكو اشكاليه الان في اصل الموضوع. هو اوعدني بمجرد ان تنحل هاي الاشكاليه يسهل كثير من الامور. الاشكاليه تدري بين هيئه الاستثمار والشركه صحيح. هذه بس تنحل يعني. طبعا بالمناسبه اكو الان شقق جاهزه وكامله. عفوا دكتور، ما وصلوا الى مراحل متقدمه بالتفاهم بينه وبين الشركه الان؟ احنا عندنا الان في حتى في هاي ميزانيتنا احنا خاطبنا الهيئه قلنا نريد 3000. 3000 اذا نمطي لكل واحد، لانه المقدمه 10 صح، هو وافق قال 10 يعني. اذا صارت على 10 يعني معناته انه يحتاج لنا 30 مليار. لكن 30 مليار 30 مليار احنا نقدر. اكو امكانيه جيد. اكو امكانيه يعني وش اسمه 30 مليار استقطعها من ميزانيتنا، لكن الحين لنا 3000 عائله. 3000 عائله صحيح. الباقي تسدد على 20 سنه كل سنه 6 مليارات ما لها قيمه فعلا صح. ما لا عفوا 18 اتوقع 18 على تحد مبلغ قادرين، المؤسسه قادره عليه. فاذا يعني هذا حل سهل، فقط يحتاج له تخفيف. احنا بلاءنا وهذه مشكله نسبه غير تعقيد الاجراءات. اي قضيه هي مشكله دكتور. انا عندي مثلا يعني قضيه تبسيط الاجراءات الحكوميه، هاي وحده من المشاكل. واحنا نتمنى ان شاء الله ان تكون جلسه اخرى وياكم دكتور. بصراحه كثير من الاسئله، بس سؤال اجابه بسيطه جدا وباقل من 30 ثانيه. دكتور،
هل كل السجناء السياسيين استلموا مستحقاتهم؟ ابدا. الله، لا، الان في الحقيقه على مستوى الراتب التقاعدي ما عندنا مشكله، الان كل اللي يشمل يعطى راتب تقاعد، بس على مستوى السكن لا زالت 18%، وهذا على مستوى الرعايه الصحيه، واقول لكم بامانه نسبه غير قليله من اخوتنا يعني يشكون من امراض غير قليله، ونسبه الكانسر نسبه غير قليله مصابين من هؤلاء الاعزاء. شفاء لهم ان شاء الله بحق محمد وآل محمد. الدكتور حسين السلطاني رئيس مؤسسة السجناء السياسيين، شكرا جزيلا، شكرا لحضورك، اخذنا من وقتك. ممنونين جدا، الله يحفظكم، وان شاء الله التعاون معكم. شكرا جزيلا لقناتكم، بالخدمة ان شاء الله، كان حوار شيق. الله يحفظكم، شكرا، شكرا لكل الاجابات الجميله، واللي اكيد اكيد حلت هواي قضايا عالقه في اذهان الناس، واسئله جاوبت عنهم اليوم رغم وقتها. شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام، في ختام الحلقه تقبلوا تحيات كادر البرنامج خدمتكم في الإعداد وفي العلاقات وفي التقديم، أنا معد ومقدم برنامج حازم الحربي، ألتقيكم بإذن تعالى يوم السبت القادم في الساعة 9 مساء، وأعتذر جدا جدا من الأخوة المتصلين كون ما سعنا الوقت أن نأخذ كثير من الاتصالات. في أمان الله وحفظه.